بعد كده سكت الوقايه او العلاج. مرض الزلاليه يعتبر من الامراض الخطيره في الامراض الانتقاليه، وسببه جرثومه دوليه تنتقل عن طريق ثلاثه امور، اما عن طريق الدم ضغط الدم، او عن طريق الام الحامل، عن طريق المشيمه الجاره مثل الجنين، والشغله الثالثه عن طريق الاتصال الجنسي. فترة الحضانة هي تعتبر طويلة نسبياً، سنتين إلى 90 يوم، بس تقريباً بين 3 أسبوعين إلى 3 أسابيع، في 3 أو 4 مراحل، المرحلة الابتدائية، المرحلة الثانية، المرحلة المستهدفة، المرحلة النهائية. المرحلة الأولى تكون تصير طرحة صلبة في منطقة التناسل، المرحلة الثانية تظهر طفح جلدي. طبعاً المرحلة الأولى تقريباً تستمر 6 أسابيع إلى 12 أسبوع، يعتقد أنه شبه مرض مزمن، لأنه يطول يعني أسابيع وأشهر وسنين. المرحلة البداية بين 6 أسابيع إلى 12 أسبوع، المرحلة الثانية لا تطول تقريبا يعني بستة أشهر، المرحلة الثانية تمتاز إنه طفح جلدي يصير بالجسم، يصير التهاب باللوزتين بالحلق، ضعف عام، آلام المفاصل. المرحلة الخطرة هي المرحلة المستترة، يعني المريض يظن إنه مطاب تقريبا ورا شهرين، بس هو يبقى مستتر ويبقى ينتشر لأعضاء الجسم للقلب للعين للدماغ، فحتى يسووه مفاجئ. المرحلة المستترة. المرحلة النهائية هي هاي المرحلة الخطيرة، العلاج تقريبا يشتغل عليه. العلاج يشتغل المرحلة الابتدائية والثانية والمستترة. المرحلة النهائية